مساكم الله بالخير. رسميا محمد الكويكبي الشنب هلالي. انا ما اقول رسميا الا اني واثق من كلامي وواثق من مصدري. اذا ما جاء محمد الكويكبي الهلال لكم اللي تبون، لكن كم يوم بس يتم الاعلان عن الصفقة. محمد الكويكبي بيكون له تأثير في الهلال يا جماعة الخير في الجناح اليمين، لأن ما عندنا جناح يمين محلي، فيفيدك بآسيا، يفيدك في الدوري إذا كان يعني يدخل دقيقة 60 دقيقة 70، يفرق مع الفريق، لاعب مؤثر صراحة في جهته. والأكثر تأثير بيكون صراحة بيكون في آسيا، إنه في آسيا عدد الأجانب بيكون 4 تقريبا، 3 أجانب والرابع آسيوي، فأنت تحتاج اللاعبين المحليين بقيمة محمد الكويكبي. فبإذن الله أن اللاعب قريب من الهلال، وباقي أشياء بسيطة بس يتم الإعلان عن الصفقة. وإعارة العبيد ما هي من عبث على قولتهم، فخذوها مني الشنب هلالي. ألف مبروك يا زعماء.